أجي بقى لسؤال حضرتك عن المرأة ومكانة المرأة في الإسلام. الحقيقة لا ينكر مكانة المرأة في الإسلام إلا جاهل أو جاحد، لأن المرأة لم ترى تكريما مثل ما رأت في الإسلام. ده حقيقي. وزي ما حضرتك قلت، كانت وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ووصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان بيوصي بالمرأة صلى الله عليه وسلم. ثم إن النصوص القرآنية التي ينطلق منها الرؤية الشرعية لمكانة المرأة في الإسلام لم تفرق بين المرأة بين الرجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. مفهوم المواطنة الواسع اللي احنا بنتكلم بيه، اللي المصطلحات في البلاد الأخرى ما قدرتش تستوعبه، بيدل على ان اختيار وزارة الأوقاف للمحور ده في الحديث عن عقد المواطنة كان اختيار موفق جدا، لان احنا زي ما قلنا لا، وايضا اختيار دور ومكانة المرأة في الوقت الحالي تحديدا طبعا. انا اعتقد من وجهة نظري الشخصية انه اختيار موفق جدا، لان زي ما شفنا للأسف في بعض يعني الخارجين عن هذا التفسير اللي بينادوا بضرب المرأة وغيره من يعني مما شاهدناه في الماضي، وان كان شيخ الأزهر نفسه يعني صحيح بيرفض ذلك تماما، ومن زمان مش من دلوقتي يعني الكلام صحيح. الكلام قيل من سنوات ان يعني المفهوم الصحيح كذا كذا، واحنا بننادي بان احنا يكون في تقييد لهذا الامر، يعني كل انسان يوضع في المكان اللي مسؤوليته اللي هو يليق به ان هو يقوم به صحيح. لكن الحقيقه مكانه المراه لا تستغني دوله تسعى الى اقامه حضاره عن المراه. المراه هي يعني صمام امان، هي التي تهب المجتمع النصف الآخر، وهي التي تربيه، وهي أول مدرسة تتفتى عليها أعين الأبناء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وشوف إحنا يعني مكانة مثلا السيدة عائشة في الدين الإسلامي، وكيف كان يلجأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها علميا إذا استشكل عليهم مسألة من المسائل، وما كانش يقول لك دي امرأة. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني في المجالس يقول بعلو الصوت انه احب الناس على قلبي عائشة. صحيح صحيح. وكان يقول عن خديجة: رزقت حبها. وكمان اكرامه مثلا للسيدة فاطمة، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة تدخل عليه ومشيتها لا تخطئ مشيت ابيها، وكان يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقبلها في جبنها، وربما يقعدها في المكان اللي كان بيقعد فيه صلى الله عليه وسلم اكراما لها. وعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة كأم هي طريق من طرق الجنة، وأن المرأة كزوجة وصية من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرام المرأة كبنت وكأخت وكزوجة وكأم طريق من طرق الجنة، أي مكانة بعد هذه المكانة. فضلا عن ذلك، لما نراجع بقى سير العلماء نلاقي كثير من العلماء تلقوا العلم عن نساء، عن سيدات، وده مكانة عالية جدا، لأن العلم ده دين. وكان أهل العلم يقولون: العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. ولولا أن يعني هؤلاء النساء كنا على درجة عالية من العلم ومن الثقة ما تلقى عنهم هؤلاء الأفذاذ هذا العلم. إضافة إلى أن كبار علماء هذه الأمة ربتهم أمهاتهم صحيح. وده الإمام الشافعي والإمام مالك، ولو هتعد حضرتك هتعد الكثير والكثير. المرأة الآن يعني في المجتمع المصري تلقى دعما كبيرا يليق بما أوصت به السنة النبوية، يليق بما جاء في النصوص الشرعية. فمكانة المرأة لا أحد يعني يزايد عليها ولا ينكرها إلا جاهل أو إنسان غير مدرك لطبيعة هذا الدين الذي لا يفرق بين إنسان وإنسان، يعطي لكل إنسان قدره ومكانته على حسب إنسانيته صحيح. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. مجرد إنك إنسان أنت مكرم. اللي بيسعى بقى للتفريق بين إنسان وإنسان على شيء من او على وجه من اوجه العنصريه، هو ده اللي مش فاهم دينه، وهو ده اللي بيتخبط في فهمه للدين، ويلوي عناق النصوص ويجتزئ النصوص علشان يوصل لفكره هي عنده فكره مغلوطه، مع ان احنا فهمنا الصحيح للدين او لاي مساله من المسائل كما قعد اهل العلم انك تجمع النص الجمعي للنصوص كلها، يعني ما تجيش في مساله من المسائل وتاخد حديث وتتكلم بيه وتسيب حديث تاني في نفس الباب، لا صحيح. ده انت لابد يكون عندك نصوص متكاملة كأنها لوحة كاملة علشان تقدر تحكم على المسألة، تعرف ايه الوجهة النظر الشرعية لهذه المسألة كاملة. ودول الناس يعني في فترة من الفترات كانوا بيجتزئوا.